السعادة صادي شمست بالي وجودي بحبك يا محدودي واجرح علينا خير. ايه وجهتنا الحين 30 كيلو متر جنوب غرب الباحة، باقي أقل من نص ساعة في السيارة لين ما نوصل لقرية أثرية تعتبر عروس الباحة. حكولنا عنها كثير وقصصها عملاقة وتاريخية، تعالوا نتعرف عليها سوا. وصلنا الحين إلى أحد أبرز المعالم التراثية والتاريخية اللي موجودة في الباحة، اللي هي قرية ذي عين. خلينا نفتح الباب. الأمور طيبة. السلام عليكم. القرية هذه طبعاً تحكي واقع حضارة عاشتها منطقة الباحة، وكيف أن سكان زمان كانوا يضطروا يعيشون بين الجبال اعتماداً على مصدرين، الزراعة والمياه. هنا الواقع اللي راح نحضره الحين، تعالوا نشوف. الأجواء شوي فيها حرارة طبيعي على فصل الصيف، ومشكلة إنه الجبل هذا أو القرية هذه موجودة بين جبلين، فبالتالي تيار الهواء يكون فعلياً قليل، ما في ذاك التيار اللي يخفف عنك الحرارة. بس عموماً الحرارة ما هي موضوعنا لليوم، إحنا موضوعنا كله يتكلم عن هالقرية اللي كانت مهد للحضارة بالنسبة هنا لمنطقة الباحة. والعجيب في الموضوع إنها في محاولات لإدراجها ضمن قائمة اليونسكو. إيش قصة القرية هذه؟ تعالوا نشوف. أنا مفترض هنا ألتقي مع الأستاذ يحيى عارف حتى يخبرني أكثر عن قصتها والخفايا اللي كانت موجودة هنا، لأنه صراحة تصميمها جميل ويفتح النفس، يدل على تاريخ كبير في المنطقة. لكن أنا عموماً جاي الآن أبغى ألتقي مع الأستاذ يحيى عارف اللي هو مدير عام القرية، اللي راح يحكي لي أكثر عن خفايا هذه القرية اللي لها تاريخ عظيم بصراحة في المنطقة، وباتت مزار سياحي رئيسي جداً سواء لسكان المنطقة أو حتى للسياح. يا يحيى انت ماسك الزوار هنا وهنا يا اخوي، عطنا وجهنا. هلا 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 حياك الله. كيف حالك؟ مرحبا. شلون الصحه؟ مرحبا هيل عند السيل. طيب كيف الامور؟ معروفه هذه تحيه اهل الباحه. تحيه اهل الباحه لزوارنا، حياكم الله. الله يبقيك والله، ما شاء الله، يعني قريه مهمه في تاريخ المنطقه جدا حقيقه. انا نرحب بعقولكم الحاضره في قريه ذي عين النادره. الله يسعدك. ذي عين التي اعطاها الله سبحانه وتعالى بثروة هائلة ولله الحمد. الأهمية للحفاظ على التراث الوطني هو أحد أهم المسارات في مشروع خادم الحرمين الشريفين تجاه التراث الوطني. طيب جميل، أنا رأيي إن الحين نبدأ نأخذ جولة بس نتعرف على تاريخ المكان، نعرف شوية من القصص اللي صارت في هالمكان التاريخي. تفضل. نشوف. يلا. مرحبا هيل عاد السيل، حياك الله. يحييك. تاريخ كبير للقرية، وش تاريخ هي الحين؟ والله تاريخ مشرف لقرية ذي عين. إيه؟ حقيقة أن قرية ذي عين التراثية. إيه؟ تتكون من 58 منزل تراثي. 58؟ 58 منزل. ما شاء الله. كل منزل يقطنها العديد من الأسر. إيه؟ يعني على سبيل المثال المنزل اللي احنا الآن قبله هذا. تقريبا هذا فيه ست أسر. ست أسر عايشة في البيت. وتصل إلى 15 أسرة في المنزل واحد. ما شاء الله. فشهرتها التاريخية تعود للقرن التاسع الهجري. طيب نكمل جولتنا؟ نكمل. يلا. ما شاء الله المنظر حتى جميل هنا والله يحيى. ها؟ لا ما شاء الله في كل جزء وفي كل زاوية من زاوية القرية يعني التراثية تحصل أو تجد منظر مختلف عن الآخر. صحيح. والآن وين بنروح هنا؟ الآن أنا بودي أصطحبكم عبر المسار هذا. إيه. فبنطلع على مسار مشرف على حديقة القرية. جميل. أنا أشوف هنا حاطين أنتم حديقة على شكل عين بعد. ها؟ نعم هذه مأخوذة من هوية حديقة ذي عين. نعم. طيب نكمل جولتنا؟ نكمل جولتنا الآن، نصطحبكم إلى الشلال. يلا. عين موية شلال. هذا الآن ذي عين.
التي أغاثها الله سبحانه وتعالى إيه؟ بثروة، فتفتقت مزارعها شدا وموزا وعطرا، ومبانيها تراثا وفنا وسحرا ما شاء الله بفضل الله، ثم بفضل هذه الثروة. طيب الموية هذه تنشرب الآن عذبة؟ هذه الموية عذبة ولله الحمد، وحتى أغلب الجمهور لما يأتي البعض منهم يقول يا أخي تأخذون علينا تذاكر، وأنا والله إني بعد الله سبحانه وتعالى كان يعاني من مرض مثلا معين، فيعتقد أن في هذه الموية شفاء بعد الله سبحانه وتعالى. أبناء المجتمع المحلي المزارعين يشربون منها، أيضا الجمهور الكريم. أنا بديت أشمر، أنا عطشت والله جدا جدا، الموية عذبة جدا. طيب باخذ لي تجربة. اشرب اشرب ان صار علي شيء من المسؤول. بالعافية ان شاء الله. على قلبك. والله احلى من موية السوبر ماركت ولا لا؟ جدا جدا. تستاهل بصراحة القرية والله يا يحيى، وأنا سعدت بصراحة جدا معك في هالجولة، اكتشفنا مزار تاريخي وأثري مهم جدا في منطقة الباحة. الله مثل ما قلت في بداية التقرير يوثق تاريخ وحضارة هذه المنطقة بصراحة. بالضبط بالضبط. لكن احنا لسه ورانا جولة طويلة في استكشاف الباحة، فايش رأيك نمشي؟ تفضلوا. يا تفضلوا.